خليلو 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 خليلو. الأمازونيات بالعموم تتفاعل مع الجمل الملحنة، الجمل مثل السلام عليكم، بدل ما تقولها بهذا الشكل لا تقول السلام عليكم، مرحبا، أو ويوي، بابا جاء. لاحظ أنه دائما تتفاعل معها، أو ألف الصلاة والسلام بتلحين. نلاحظ الأمازوني دائما يتجاوب مع هذه النوع من الجمل. أما الكاسكو لا، يعتمد على الكلام السريع مثل السلام عليكم، مرحبا، تعال اطلع. كل نوع من الطيور له استجابة معينة ونغمة معينة يحب يقلدها ويتفاعل معها بشكل أفضل من النوع الآخر. عشان كده تلاقي هذا مبدع في الجمل وهذاك مبدع في الكلمات. مع السلامة. تجي معايا؟ تجي؟ تعال تعالي يلا حياك الله. مشي يعني. هلا والله، يا هلا، ما ناسبك الوضع هنا. جوليا، بابا، بابا، جوليا. لا لا لا، الشجرة لا. أيوة، أهلا وسهلا. الشعور كذلك كذا منتوف عشان شجر وزوجها عاد مهلك. يلا حيطلع إن شاء الله، بدأ يطلع. أمورك تمام؟ يلا شكر. انا جالس اروشك، تروشين انت في المعلف ليش؟ ما كفك الترويش يعني؟ هذا الأخ يبغى الشمس، يبغى يتروش ويتشمس.
هذا جبل طالع منه مويه، احنا في قمة الجبل. طبعا هذه عين نقية بمعنى الكلمة زي ما تشايفين. في ناس عملوا له زي الدرج، سووا له ماسورة طالع من حجر. هذا ما هي ماء سيل أو شيء، لا نبع، نبع حقيقي يعني. هذه زاوية ثانية للجبل والنبع اللي طالع منه. سبحان الله، قمة الجبل يطلع منها نبع، وهذه من العيون القليلة اللي موجودة عندنا في منطقة الباحة. تشرب منها نظيفة لذيذة. كمل في البيت؟ ايوه. يلا توضي، يلا عشان نصلي المغرب. فاعلين خير، الله يجزاهم خير. هذا برضو مدخل للنبع او مخرج بالاصح، لو قفلنا من هنا يطلع من هنا. جاهزين للصلاة؟ طبيعي يا حمزة، مو طبيعي. إذا ما كان في استيراد كيف يكون في أصلا مورد للطيور يعني؟ فالآن بعد الاستيراد نزل المبلغ أو القيمة إلى النصف تقريبا، وما زال في البداية حتى يستقر السوق، وهي طبيعة الأسواق عالميا يعني. جميل. لكن اسمح لي محمد سؤال سريع يا أخ حمزة. يعني نعلم بأن كثير من الطيور، من هذه الطيور تأتي من بيئات مختلفة وأجواء مختلفة. كيف يعني تتعاملون مع هذه الإشكالية؟ طبعا نرجع للثقافة والتعلم والبحث والإعداد. كل نوع له بيئة معينة وله أكل معين وله درجة حرارة حتى مختلفة عن الآخر. يعني هذا النوع اللي أمامنا الصغير يعتمد في غذائه على الفواكه، على الفواكه والفواكه السكرية، بينما الأخرى ممكن تأكل بذور، ممكن تأكل مأكولات أخرى. إذا ما عرف المربي حيبدأ يعني نعم. وفي المنزل في احتواء، في بيئة اصطناعية ممكن نوفرها يعني. جميل.